هكذا تبدو شوارع مدينة بوقعة شمال سطيف أشبه بمدينة أشباح أحياء تخلو من معمريها وهدوء يخيم المكان لا الشرطي ولا المار ترقب وتخوف كبيرين عقب إعلان مستشفى السعيد العوامري عن حالة مؤكدة بفيروس كورونا وأربع حالات مشتبه فيها تنتظر هلال النتائج حيث يخضعون للحجر الصحي بالمركب الجواري حمام غرغور. وفي ظل هذه المعطيات، يصبح الحجر المنزلي لساكنة بوقاعه ضرورة حتمية لا طواعية؛ لأجل احتواء الوضع. فيما تبقى سبل الوقاية أنجع الأدوية الراهنة.